بتعرف انه اولادنا هالايام عم بيواجهوا التنمر او التعدي من اولاد اخرين بشكل اكبر بالمدرسه. فاول شيء لازم نعمله انه نشجع اولادنا انه لما يصير معهم شيء مشكله يروحوا يخبروا حدا راشد مثل المعلمه او الناظر. ثاني شيء لازم نخلق مجموعه من الاولاد هن صحبه مع بعضهم ونعلمهم يدافعوا عن بعض، لانه وقتها بيكونوا مجموعه التنمر بيكون اقل. وثالث شيء هو انه في يدخل الولد بصف تدريب دفاع عن النفس، لانه وقتها بحس حاله اقوى جسديا، ثقته بنفسه بتقوى وبتعلى وبيقدر يواجه الاخرين وبقل خوفه. واخر شيء وقت اولادنا بيجوا لعنا عم يشتكوا من التنمر لازم نحس معهم ونخليهم يعرفوا انه نحن حدهم وبدنا نساعدهم دايما. دايما سؤال سميرنا معك. هلا خلوني كفي قرايه.